صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعى مرسوم رقم 100 لسنة 2023 بتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للصحة وذلك بناء على توصية رئيس المجلس الأعلى للصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يعين السيد إبراهيم علي النواخذة أمينا عاما للمجلس الأعلى للصحة بدرجة وكيل وزارة